مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على طليقة أمين جارة اللي كانت تجمعهم قصة حب كبيرة برشا. كانوا عايشين الحمد لله فرحين بصغيراتهم لبس عليهم، لكن بدأت تخرج إشاعات ويقولوا أنه أمين جارة قاعد يخرج مع واحدة من الصحفيات اللي تخدم معاه في قناة الحوار التونسي اللي هي اسمها رحمة الهيشري، وديجا تداولوا مواقع التواصل الاجتماعي الصور متاعها. برشا كذبوا وبرشا ايدوا، شافوهم مع بعضهم في حفلات الخاصة، يمشيوا مع بعضهم لديسكوتيك، يمشيوا كل بلاصة مع بعضهم، صوروهم وبعثوها لمرته، وهذيك علاش مرته خذت موقف وطلبت منه طلاق لانها تأكدت رسميا من خيانته لها. احنا وقتها قلنا لا على اشاعات وبالعاني يحب يفسدوا عليه هو ومرته، لكن للأسف الشديد بعد مديدة ما عنديش برشا من الحكاية هاوك عرفنا الحقيقة انه مرته ماهيش قاعدة اتخرف وانه يخون فيها بالمنجد. وهيك رحمة الهيشري اللي قاعد يخرج معاها قبل بالسرقة واللي صوروه معاها اليوم اختبها اي نعم محتفل معاها، هذيك علاش مرته انهارت بالبكاء وقالت لهم ريتو انا مانيش نكذب عليه وقلت لكم راهو يخون فيا، والمصادر اللي وصلت لي الخبر صحيحة ماهيش غالطة. نقول له ربي يهديك، راك حطمت عائلتك ويتمت صغارك، هي نقولها ربي يسامحك انك بنيت سعادتك على تعاستي انا وصغيرات، وان شاء الله تلقى الفرحة. انت باش يصير لك اللي صار لي انا واكثر، كما جيت انت وهزيته مني كما تجي واحدة اخرى وتهزو منك، ربي يهديها. والله ما عادش نجم نقول لها مبروك. ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وباي باي.